النهارده بقى اول يوم بعد صحه العالم. اتكلم بقى اتفضل. والله النهارده اسلام الجزار حركه فدائي. ايوه فدائي. والله النهارده يوم عالمي، يعني بالنسبه ان احنا شلنا علم اسرائيل تمام، وحطينا بداله علم مصر اللي حضرتك شايفه دلوقتي، وده يعني مجهود كبير جدا، وان شاء الله يعني هنسكت السفاره والسفير باذن الله. كان يوم جميل جدا باحتفالات الصواريخ اللي انت شفتها حضرتك ديت. نكمل مع الفريق كريم. كريم نوار معاك حركه بداية. احنا النهارده يعني المنظر اللي شفناه كان منظر غير طبيعي تماما. كنا شايفين يعني واحد مصري كلنا نفتخر بيه، وكلنا نتمنى ان احنا نكون زيه. يعني احنا النهارده لما واحد يروح ماشي على الجدران ويطلع ويفك العلم الاسرائيلي ويحط العلم المصري وينزل تاني، ده كله فخر للمصريين كلهم بصراحه. يعني انا لو شفته اديله تحيه سلام. بس كريم خليفه من حركه فدائي. انا مش قادر اوصف النهارده اول يوم. نبص للسماء كده ما نلاقيش علم اسرائيل. المنظر كان رائع، والواحد بيتفرج على شاب مصري طالع بيتسلق العماره وبينزل علم اسرائيل. يعني انا مش قادر اوصف لك الموقف كان عامل ازاي، بس ان شاء الله زي ما اسقطنا العلم هنسقط السفاره ونسقط اسرائيل كلها من المنطقه. شكرا.